بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي أولادي طلاب تلت ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أدعو الله عز وجل أن تكون هذه الأيام كلها أيام خير وبركة، وأدعو الله عز وجل أن يرزقكم جميعا نعمة الطمأنينة والبركة في الوقت والجهد، وأن يطيب أيامكم، وأن يجعل هذا العام هو من أفضل الأعوام، وربنا سبحانه وتعالى يرزق كل طالب ما يتمنى، وإن شاء الله بإذن الله المستقبل بإذن الله المبهر بإذن الله. الواجب اللي معانا ده الواجب قبل الأخير. طيب، لما احنا كنا سبقنا النحو ده انعكس على الواجب، فكنا ناخد جزء من محاضرة التالية. الوقت الفاضل عندنا محاضرتين بس، المحاضرة 28 والمحاضرة 29 القادمة إن شاء الله. المحاضرة 28 الواجب بتاعها بادئ منين؟ بادئ من صفحة 179 اللي هو نص متحري على أدب الواقعية قصيدة شرق زهران. خلي بال سيادتك اللي هو جزء من واجب السابعة. طب بص ابني وبنتي، خلي باله كده، يبقى لما نفتح الكتاب وهراجع مع الأستاذ الواجب هبدأ من صفحة 179، بخلص حضرتك عندنا النص المتحرر وبخلص معايا القراءة المتحررة، وابدأ إن شاء الله في واجب الثامنة بقى بالترتيب النحو الأدب إلخ. حبايبي خلي بالنا تاني، يا ربي يفرحك، الكلام بهدوء خالص. أنا لما أشتغل معاك دلوقتي حاليا الواجب، يبقى 28 مش بادئ من أول التمنة، لا بادئ من صاد 179. طب ليه؟ كان ده جزء في المحاضرة السابقة، كنا طبعا سيبناه، كنا شغالين نحو، فما يقدرش يسيب أي حاجة في الواجب. ماشي، يبقى أضيف إلى واجب المحاضرة اللي معانا بس جزء من المحاضرة السابقة، فأنت بادئ إن شاء الله من 179. هنخلص نبدأ إن شاء الله على طول يا حبايبي بإذن الله عز وجل في واجب المحاضرة الثامنة. الحصة القادمة تشمل بإذن الله هيبقى واجب مكثف آخر حصتين، يعني سيادتك عشان نخلي بالنا إحنا خلاص خلصنا الحمد لله. كمنهج بفضل الله أنهينا بالسنتر، وكمان خلاص بكرة بننهي إن شاء الله مع الأونلاين، وهذا فضل الله. هتلاقي بقى نازل محاضرة، يعني واجب محاضرة 9 و10. دكاترة الحصة القادمة إن شاء الله الواجب اللي هو 29 بينزل على الموقع في الفيديو بتاع الحالة، هيبقى حصتين مع بعض. ماشي يا حبيبي، إن المسألة إن شاء الله فيها تنظيم، أنا بس هرجع خطوة الوراء في واجب السابعة وهبدأ كما قلنا بنص زهران صفحة 179، عفوا في الإعادة عشان بس البعض بيخدش باله، وأبدأ عادي جدا جدا بالتمنى. نسمي الله. ماشي يا إخواننا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقه قولي. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ حبيبي إن شاء الله. حبيبي نبدأ إن شاء الله وعلى بركة الله. قبل أن نبدأ واجب المحاضرة رقم 8 كان في جزء متبقي، تعرفين كنا مسبقين في النحو شوية، في النص المتحرر والقراءة المتحررة في واجب المحاضرة السابعة. فقبل أن نبدأ نحو الثامنة مخلصة كلها، ده جزء كان متبقي بحيث ما ننسبش لحضرتك حاجة. هذه القصيدة التي معنا من النصوص المتحررة على أدب الواقعية، هذه القصيدة الجميلة لهذا الشاب الوطني زهران، والذي شنق في حادثة دنشواي. قال الشاعر صلاح عبد الصبور: مر زهران بظهر السوق يوما ورأى النار التي تحرق حقلا. هذا زهران يمر، النار تحرق حقلا، ورأى النار التي تصرع طفلا. كان زهران صديقا للحياة ورأى النار تجتاح الحياة، تهلك تدمر. مد زهران إلى الأنجم كفا يدعو الله عز وجل، ودعا يسأل لطفا، أي دعا الله يسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده. ربما ثورة حقد في الدماء، وربما استعد على النار السماء. يعني ربما هناك، وبدأ يقدم بقى لموضوع الاستعمار وما فيه، ربما شدة الحقد في الدماء، أنك ترى المستعمر ربما يهلك الحقول ويدمر مصدر الرزق للناس.
ربما استعد على النار السماء ويطلب من السماء هكذا أن تمطر مطرا حتى تطفئ النار. وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا. بدأ صلاح بالصبر يستخدم اللغة الرمزية. وأنا لو مذاكر كويس جدا أدب مدرسة الواقعية أنهم مالوا إلى ماذا لفاكر إلى الاهتمام بالصورة وتوظيف الرمز والأسطورة. فقد استعان شعراء الواقعية بالرموز والأساطير كثيرا، وإن كان استخدامهم بهذا الأمر وإسرافهم في استخدام هذه الرموز أدى إلى الغموض أحيانا في شعرهم. ولو أنا برضو أخذ بالي كويس جدا جدا أنهم مالوا إلى استخدام بعض الألفاظ العامية وبعض الكلمات الأجنبية زي الغول الغيلان، ويرمزوا كما قلنا بالنطع. النطع ده الخشب أو المكان اللي الشخص بيتشن عليه، المشناة يعني، يقصد المشناة اللي طبعا إخواننا بيشنق عليها الناس. الغيلان رمز المستعمر أنهم كالغول. وأتى السياف مسرور وأعداء الحياة. جاء السياف في غاية السعادة وأعداء الحياة اللي هم طبعا الإنجليز. صنعوا الموت، انظر لهذه الاستعارة الجميلة، صنعوا الموت. يبقى وظيفة المستعمر هنا صناعة الموت لأحباب الحياة. فأي مستعمر بينزل أي بلد يصنع الموت لأهل هذه البلد، هدفه هو ابتزاز الثروات ويعيشوا على ماذا يا أخوانا؟ قوت الشعوب الضعيفة. فصنعوا الموت لأحباب الحياة. وتدلى رأس زهران الوديع. خلاص رأسه راحت، السياف قطع رأسه. قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع. أنت عارف الإدام أعزك الله الشربة اللي بنسميه المرق المصاحب للطعام. بدأت تأتدم أي تأكل، ويقصد بها بتشرب هكذا الأكل والشرب، والإدام ده شيء سائل. فصارت هذه القرية لا تشرب إلا الدموع. خلاص طبعا تعبير قوي جدا جدا يدل على شدة حزن القرية، يعني من كتر البكاء صارت لا تشرب إلا الدمع. قريتي من يومها تأوي إلى الركن الصبية. خلاص يقصد ان القرية بقى فيها رعب وفيها فزع، تصدعت. طب ازاي تصدعت القرية؟ او لسيادتك الكلام عام طبعا، لما يكون في اب الكلام عام ويشنق تصدع البيت. خلاص راح الاب الذي كان يقود البيت ويدير البيت وينفق عليه، وراح الاب اللي كان مصدر امان لهذا البيت. لما شاب عندنا يشنق خلاص زهرة من زهور البيت ماتت، امر صعب جدا. فتصدعت البيوت حيث شنق الآباء وشنق الشباب، وأصبحت النساء بلا أزواج ترملت، والأطفال صاروا أيتام هكذا، أمر بشع جدا جدا. إنجلترا كانت في غاية من البشاعة وغاية كما قلنا من الظلم. فقال قريتي من يومها، خلاص تأوي إلى تلك البيوت المهدمة إلى الركن الصدية. قريتي من يومها تخشى الحياة، صنعت الرعب وصنعت الفزع، صنعها المستعمر حتى أصبحت القرية تخشى الحياة. كان زهران صديقا للحياة، مات زهران وعيناه حياة، رمز الأمل. فلماذا قريتي تخشى الحياة؟ هذا استفهام فيه شيء من الحسرة والألم، القرية أصبحت تخشى الحياة. تجتاح تهلك تدمر هكذا عندي، تجتاح النار تجتاح تهلك وتدمر هكذا. الإنسان الوديع الهادي هكذا، المضاد في الإنسان المتعجرف، صعب يعني هكذا، متعجرف في سلوكه وفي أخلاقياته. ما القيمة التعبيرية لقول وراء النار تجتاح الحياة؟ هل بيان شدة ارتفاع درجة الحرارة في السوق؟ لا. أم قصده عندي تأكيد عموم والشمول الدمار لكل مكان، بين وراء النار تجتاح تهلك الحياة. طيب هل تأكيد مقاومة زهران للنار؟ لم يذكر هنا زهران. هل بيان انحصار قلة النيران؟ لا. هنا كلمة تأكيد عموم وشمول هكذا الدمار في كل مكان. المغزى الضمني الذي أراده الشاعر في السطر العاشر. طيب ما دي نبص من فضلك على السطر العاشر، أدي قدام سيادتك السطر العاشر هكذا. وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا. طيب بالراحة كده، هل تأكيد وحشية المستعمر إن النطع المشناء اتحطت والغيلان رمز الاحتلال جاءوا؟ هل الغول شبح ولا يتكلم هنا عن الغول؟ مش بيتكلم عن غول يا شباب. تأكيد وضع النط لإرهاب الناس؟ لا، هو ما حطوش المشناء يخوف الناس بس، خافوا يا ناس، ده حطوا المشناء وشنقوا كمان. فازاي يبقى عندي إرهاب الناس؟ لا، ده فعلا جريمة يعني وثقها التاريخ. إذا مش هنا يا اخوانا بيرهبوا الناس،
بيان مجيء الغيلان لاجل اعدامه، انا جايب اعدمه ده الغول، دول اللي هم جند الانجليز اللي هينفذوا الاعدام. لا، هذا يؤكد عندنا وحشيه المستعمر. اول حاجه ان يبقى في مشاني غول مرعب جاي، يعني جنود اللي بيقوم بالشنق شكلهم بشع مرعبين، فبيصور جند انجلترا اللي بداوا يشنقوا الاولاد بالغول هكذا. ما الصناعه التي امتهن المحتل؟ صناعه الموت. وقال كده لو قرات النص، قال اذا وظيفه المستعمر ان يصنع الموت للشعوب، صناعه الاحتلال للظلم، صناعه الموت لكل وطن. نعم، اللي في النص قال صناعه الموت لكل وطني مخلص. لما تقرا سيادتك كده في اقل من ثواني يا حبيب قلبي، هكذا صنعوا الموت لاحباب الحياه، السطر رقم 12. صنعوا الموت هكذا، قريتي لم تأتدم إلا الدموع، لم تشرب إلا الدموع. ما المراد بالعبارة السابقة؟ هل بيان أن القرية تشرب الدموع من شدة العطش؟ لا. هل بيان قلة الطعام وانتشار الجوع؟ لا. بيان شدة الحزن والألم حتى صار بكاؤهم كما قلنا هو الطعام، صاروا كما قلنا يبكون دما، طعامهم إنما هو البكاء. مات زهران وعيناه حيا، فلماذا قريتي تخشى الحياة؟ نستنتج من هذا ان زهران ده يبقى رمز، ما هو مات زهران وعينه كانت حياه، مستقبل رمز، فايه القريه خايفه من ده؟ فده بياكد لك ان فعلا زهران ده اصبح رايه خفاقه تغذي وقود الثوره وتدفع الاجيال للحريه. طب تعالى، شده جمال العين بتاع الزهران بعيد، تاكيد معنى الفزع اللي اصاب القريه هنا؟ لا، هو لما تبص مات زهران واصبح عيني حياه، حياة رمز الحرية والأمل، للقرية تخشى هذا الأمل، فيفهم من كده أنه ما لازم يقتضوا بزهران ويتخذوا هذا الشاب وقود للثورة. حماقة المستعمر اللي بيستهين بالحرية، لا، لكن مع الأقرب لما يقول لي مات زهران عيناه حياة، تب القرية بتخشى الحياة، المستقبل الحرية، يبقى فعلا زهران ده أصبح راية خفاقة تغذي الحرية، رمز الحرية، وتبقى وقود للثورة، ده أقرب. والسبب في هذا تكرار كلمة حياة مع كلمة حياة، تدل على أن هذا الشاب هو رمز وراية خفاقة تدفع أهل القرية إلى ماذا؟ صنع المستحيل من أجل إزاحة هذا المستعمر. بموت زهران تصدعت القرية، السطر الدال على ذلك، تصدعت قريتي من يومها تأوي إلى الركن الصديع، أي الركن المنهار. ما الجمال في قول عينه حياة؟ تشبيه، بيشبه عين زهران بالحياة، فهذا تشبيه يوحي بأن زهران ده كان رمز الحياة ورمز الحرية. السكة الغيلان تشير إلى سمة من سمات الواقعية، قلنا الميل لاستخدام الرموز وبرضو الإسراف في استخدام بعض الكلمات العامية. هتجد الإسراف أحيانا في استخدام الرمز، طب وفين الرمز يا إخواننا؟ الغول، طب فين بعض الكلمات العامية؟ هكذا يا إخواننا عندنا، فالغول رمز برضو يا إخواننا، وكلمة السكة كلمة عامية، عفوا يا أحباب، السكة دي لغة عامية، أنا مش في صح الطريق، قال السكة، فكلمة السكة دي كلمة عامية، وكلمة عندنا الغول رمز هكذا المستعمر وتوحش المستعمر. فالإجابة عندنا رقم جيم هي الإجابة الصواب. الأسطر السابقة تدل على سمة من سمات الواقعية من حيث المضمون. دايما بناشد في حبايبي ربنا يفرحكم أمر مهم جدا جدا، التجديد في المضمون عند الواقعية. لو فاكر قلنا اتجهوا إلى الحياة العامة، يصورون هموم الناس، مشاكل الناس، آمال أحلام الناس، الشعر عندهم التساق بالواقع وتعبير عنه بكل الوجوه المختلفة، من صدق وزيف، تقدم، تقلم، وفرح وحزن إلى آخره. ثم قلنا كثر في شعرهم حديث عن النهاية والموت، ثم لم يعد الشعر مقتصر على عاطفة والخيال، بل شمل عدة أمور. إيه الأمور يا إخواننا؟ قلنا التاريخ، الكون، الوطن إلى آخره. هنا أنا شايف المضمون، هل هنا التعبير عن الواقع بوجوه مختلفة من صراع بين الحرية والعبودية والظلم والعدل؟ الاعتماد على اللغة العامية، لا، اللغة العامية دي يا دكاترة إنها من سمات البناء الشعري. الاعتماد على الرمز، لا، دي عندنا يا إخواننا بناء شعري. الناحية البيانية، لا، دي خاصة بمدرسة مين؟ اللي حاول بس، يبقى فعلا هي دي يا رجالة. طب فين الحرية والعبودية؟ هو عاوز الحرية للقرية بس في عبودية محتلة. الظلم والعدل، هو عاوز العدل لقرية دونشواي بس في ظلم اتجاه مين؟ الاحتلال الإنجليزي. قال نزار قباني: لقد كبرنا واكتشفنا لعبة التزوير. ولما احنا كبرنا شفنا اللعبة اللي بتنسج على الوطن العربي، فالوطن الذي من أجله مات صلاح الدين يأكله الجائع في سهولة. خلاص العرب أمة بقت ضعيفة،
بقت لقمة طرية سائغة لأي محتل كعلبة السردين. والوطن الذي من أجله قد غنت الخيول في حطين، يبلعه الإنسان في سهولة كقرص أسبرين. والأسبرين نوع من العلاج، حباية بتأخذ بسهولة. طبعا نزار كلامه قوي، بيأكد لك أن الأمة العربية لا وزن لها. وازن بين الأسطر السابقة لنزار وقصيدة شنق زهران من حيث الفكرة والعاطفة. الشاعران يتناولان قيمة إنسانية هي حق الشعوب في الحرية. وكانت العاطفة حب لا صعب صعب، لأن بالنسبة لصلاح عبد الثور بيتكلم عن الظلم اللي حال بأبناء الوطن، نزار بيتكلم عن مأساة الوطن العربي، فلا دي فكرة دي خالص. صلاح بيتكلم عن صبر، هل يحب القرية وما فيها من جمال؟ لا، هو يتكلم عن شنق زهران، بيتكلم إن أهل القرية دب فيهم الفزع وخافوا الحياة ولا يشربون إلا الدموع. إنما جيم صح، صلاح عبد الصبور يبرز فكرة الظلم اللي حل بأبناء الوطن، وقد مزجه بعاطفة السخط على مين؟ أو السخط على الظالم. أما نزار قباني يصور مأساة الوطن العربي المخدوع الذي لعب به أيدي الخيانة، والعاطفة المسيطرة عندنا هي الأسى والحسرة. قال بدر شاكر السياب: جميل هو الليل أصداء بوم، بالليل البوم صوت البومة تتردد ليلا، وأبواق سيارات من بعيد، وآهات مرضى، وأم تعيد أساطير آبائها للوليد. الأم بتحكي حواريت البطولة وتقول له يا ابني أبوك كان رمز للبطولة، فبتعيد الحكايات على الوليد الولد. وغابات ليل السهاد والغيوم، وغابات الليل حيث النوم وحيث الغيوم والهموم. الأسطر السابقة تدل على سمة من سمات الموضوع. التفعيلة لا، التفادي من البناء الشعري، البناء الموسيقي اعتمد على التفعيلة. الرمز برضه البناء الشعري. اتخاذ القصة وسيلة في التعبير دي من سمات مدرسة المهاجر. يبقى الصح الالتصاق بالواقع والتعبير عنه بكل الوجوه المختلفة. بعده عندنا القراءة المتحررة، حيث يتكلم عن المدرسة وأهمية المدرسة. دايما أكد نخلي بالنا من القراءة، اقرأ بتأني، حط لكل فقرة سؤال. إن أهمية المدرسة تكمن في تهيئة بيئة التواصل واجتماع بين الطلاب. إذا ممكن أحط السؤال يا سيدي، أدي ما أهمية المدرسة. اتعود دايما عشان نحل صح، حط سؤال. إيه يا سيدي أهمية المدرسة؟ والله هي بيئة التواصل واجتماع، بحيث تنمي مهاراتهم الأخلاقية والسلوكية. يبقى المدرسة بتنمي المهارة الأخلاقية والسلوكية، كما أن المدرسة تعلم الطلاب الحوار حين يتحاور المعلم مع طلابه، وتزرع فيهم ثقافة استماع والإنصات حين ينصت الطالب إلى معلمه أثناء الدرس طبعا عشان يتلقى المعلومة. إذن في معاني جميلة جدا في المدرسة، أنا بزرع جواه القيم السلوكية النبيلة والقيم الأخلاقية الرفيعة، كمان بيئة حوار، تعلموا ثقافة الاستماع. عمر الإنسان ما يتعلم إذا لم يسمع، اللي حارس على العلم هو اللي حارس على الاستماع. هكذا. طيب، كما تسهم أيضا في تعليم الطلاب مهارة تنظيم الوقت وترتيبه وفق جدول زمني، فترى الطالب يحضر نفسه لعمل الواجب المطلوب منه ويحرص على إنهائه بالشكل الذي يمكنه من الحصول على درجة جيدة في الشهادة التي سيحصل عليها في نهاية السنة. كما أن الامتحانات تعلم الطلاب الاستعداد لمواجهة الحياة والقدرة على اجتيازها. دي معنى جميل جدا. أنا لما أقول له عندك امتحان، الطالب بيحس أنه عنده أزمة، عنده مشكلة، فبيتعب جدا جدا، بيسهر، وممكن طبعا تحترق أعصابه ويبقاش قلقان لحد ما يتحمل مسؤوليته تجاه الامتحان ويجتاز الامتحان، ينجح، حس عقبة. فأنا بعلمه واجه عقبات الحياة ولكن في صورة الامتحانات. طيب، كما تعلمه بأن الإخفاق الفشل في امتحان ليس نهاية المطاف، بل قد يعوض الإنسان إخفاق ونجاح. معنى جميل قوي قوي، إن لازم نعترف بأن الفشل أعظم مدرس في التاريخ، أعظم أستاذ هو الفشل. إزاي الكلام ده؟ تفهم صح.
اللي يستفيد من فشله هو ده الناجح. عمر الإنسان ما يتعلم إلا بالخطأ، مش أما اللي ما يستفيدش من الخطأ ما يستحقش يكون إنسان. فلك بتعلمه إن الفشل مش نهاية المطاف. إيه يعني؟ زالت المرة دي، خسرت الدرجة المرة دي، يا سيدي ما يجيبش الدرجة المطلوبة المرة دي، عادي جدا جدا. صلح أخطائك، قوم من نفسك وتنجح. فالخطأ أكبر معلم. فمعاني جميلة جدا. بص أدي بتعلم الإنسان الحوار الجد، بينظم الوقت، يواجه الحياة. كمان يا أخواننا إن الفشل والإخفاق مش نهاية الحياة. ولهذا ينبغي الواجب بقى علينا، على الدولة أن تراعي المدارس رعاية خاصة، ويجب أن يتم الاهتمام بها من حيث تهيئة المكان المناسب، توفير المدرسين أكفاء أصحاب الرسالة الذين يعتمد عليهم. يبقى واجب الدولة أن يتوفر مكان مناسب، بيئة مدرسية جذابة، ما تبقاش زي النهاردة بيئة مدرسية منفرة. كمان المدرس الكف اللي يقدر يعلم، وتشكل المدارس عنصرا مهما في بناء الشخصية. ثانية بقى، يبقى هنا سؤال، دور المدرسة ايه بقى دورها؟ فكرة ادي دور المدرسة هكذا في بناء الشخصية. يا ترى ازاي المدرسة دي تنمي الشخصية؟ الاجابة كالتالي، فالمدارس حين تطلع تقوم بدورها الذي انشئت من اجل تحقق الغاية اللي تهدف اليها. وقد عرف الناس المدارس الى عهد والى عهد قريب بالكتاتيب، حيث كان الطالب يدرس فيها القراءة والكتاب وحفظ القرآن، ثم توسعت المدارس وتنوعت العلوم التي تدرس فيها، فدخل بقى مواد العلوم والرياضيات وغيرها، وأصبح المدارس مباني منظمة، صفوف مرتبة. وإن أهمية المدارس تأتي من الأدوار التي تؤديها، فما تلك الأدوار؟ سلمة، يبقى أهمية المدارس إنما تأتي، أيوة تأتي من الأدوار التي تؤديها. سلمة بالراحة، دي مهمة جدا جدا. ممكن يسألني سؤال، يعني أهمية المدرسة بتيجي من الأدوار التي تؤديها؟ يبقى إذا نجاح المدرسة حسب الدور اللي بتأديه. فما هذه الأدوار؟ بص يا سيدي، يأتي دور المدرسة حتما بعد الأسرة. الأول الأسرة، الأسرة في البيت هي المحضن الأول، تربي تعلم تقوم. تيجي تاني حاجة المدرسة، يبقى قيمة المدرسة فيما تؤديه من دور. فحينما تؤدي الأسرة دورها في تربية النشء، يأتي دور المدرسة ويتكامل مع دور الأسرة الاثنين مع بعض في تربية النشء وتعليمه وتوجيهه. وإن شعار وزارات التربية والتعليم في كثير من البلدان يلخص دور المدرسة، والتربية وتعليم برب يعلم. فالمعلم هو المربي، كما أنه في الوقت نفسه يعلم طلابه العلوم المختلفة التي تفيدهم في حياته ومستقبلهم. إلى جانب أن المعلم له دور أساسي في زرع القيم النبيلة والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب. المعلم أب، وربما الولد بيقعد مع المعلم أكثر من أبوه، ودي حقيقة. فالمعلم قدوة، فبيعلم علم وبيعلم أخلاق وبيعلم مبادئ. ياما طلاب كتير جدا 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 صورة المعلم ماثلة في خيالهم لحد ما يكبروا، والأستاذ فلان ده في دماغه، والأستاذ ده قدوة إما بالسلب أو الإيجاب. لو إنسان كما قلنا راقي في سلوكه بينعكس على الطلاب والعكس. طيب، وإن كثيرا من المعلمين يظنون أن واجبهم مقتصر على التعليم. في كتير من الأساتذة يظن أن وظيفتي أدي المعلومة وامشي. لا، كده خطأ. خطأ لو أنت ظنيت أن دور المعلم إلقاء المعلومة. المعلم قدوة، وهذا بلا شك خطأ فادح. فرسالة المعلم أكبر من ذلك. وكما عبر أمير الشعراء، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. الرسول مرشد، والرسول معلم، والرسول هاد، والرسول قدوة. هكذا المعلم. الأسئلة، الإخفاق المقصود بهنا الفشل. طيب، في الفقرة الثالثة لي، فإنها تحقق الغاية التي تهدف إليها. علاقت بما قبل في الفقرة الثالثة، ما أقدرش طبعا أجاوب إلا لما أرجع الفقرة الثالثة براحتي وأشوف كده. طيب، هي فين بقى عندي أخبرنا؟ آدي السؤال، وتشكل فالمدارس تطلع انشات فإن طيب بالرحبة إيه ركلة. وتشكل المدارس عنصرا مهما في بناء الشخصية. فالمدارس خلي بالك حين تطلع، ركز بها هنجيب بالك، لما تطلع بدورها النتيجة فإنها تحقق الغاية. يبقى لما بتقوم بالدور بتاعها نتيجة القيم بالدور هتحقق الغاية، يبقى ده نتيجة مترتبة على ما قبلها. معلش، لما أنا أتعلم الهدوء والصبر شوية وأقرأ بالراحة ليه يا حبيبي؟ ربنا يفرحكم جميعا بحق هذه الايام المباركه. لو انا اخطات لا قدر الله، الخطا كبير، براحتك اقرا وتاكد وارجع الفقه
وفكر في الكلمة مرة واتنين. يبقى الإجابة طبعا عندي أخبرنا نتيجة. ما الفكرة الرئيسة للفكرة الأولى؟ نتعلم دايما أما أحب أجيب فكرة الفقه خد أول كلمة أو المعنى العام أو الكلمة اللي بتتردد كثيرا. فهتلاقي عندنا هل تنظيم الوقت وترتيبه؟ لا، مش بيتكلم في أول فقرة عن كده، هو بيتكلم إن المدرسة بيئة تواصل واجتماع. الإخفاق ليس نهاية المطاف، لا، ينبغي توفير المعلم الكفء ده في الآخر. طب أنت عاوز دليل على إن المدرسة بيئة تواصل واجتماع؟ اتفضل، ده أقل من لحظة، اتفضل اقرا كده. أهمية المدرسة تكمن في تهيئة إن يكون تهيئة بيئة تواصل واجتماع. وراح نكمل بقى اعرفك ازاي تكون بيئة التواصل واجتماع لما بعلم الناس عدة اشياء زي تنظيم الوقت وزي الحوار بينك وبين الاستاذ وغير هذا. اذا خلي بالك كويس جدا، اقرا القطع كويس قوي، اقرا الفقره ان شاء الله، ان شاء الله ثقه في الله ربنا يكرمك باذن الله. اوعى تخاف من حاجه، اسال بالراحه. الفقره الاولى اقراها بالراحه وشوف ابرز جمله، ابرز جمله، اشهر جمله اللي بيلف حواليها دي الفكره الرئيسه للفقره الاولى او الثانيه. بعده نكمل كده حبيبي. السؤال 4، من خلال القراءة الجيدة للموضوع نستطيع أن نستنتج فكرة خاطئة لها أضرار فادحة. قلنا أن المعلم يكون بتاع معلومة بس، لا لازم هنا أن المعلم يقتصر على نقل المعلومات، لا، المعلم قدوة، كاد المعلم أن يكون رسولا. فطبعا هي باينة جدا، دور المعلم مقتصر على تعليم العلوم المختلفة؟ لا. في ضوء فهمك للفقرة الثالثة، تكتسب المدرسة أهمية بالدور اللي بتؤدي. قلنا هذا، تتأكد تبومان مش هنكمل ثاني. أهمية المدارس تأتي من الأدوار التي تؤدي. فما تلك الأدوار؟ كتيرة جدا جدا يا أخوانا. يبقى طبعا الدور اللي بتؤدي المدرسة. حدد الفكرة التي لم يذكرها الكاتب. طب نشوف كده بالراحة، وكان وجودها بيسميه الفكرة الناقصة. دور المدرسة في بناء الشخصية الهينة، التأكيد على أن المعلم هو المربي والبني ذكر هذا. دورة إعداد المدارس بأحدث الوسائل التعليمية المواكبة لأحداث التطورات مالهاش. هو قال لي لازم نجيب بيئة كويسة، لكن ما قاليش واجب ان هي ان احنا نظبط المدرسة بأحدث وسائل الاتصال ووسائل التعلم، اسمها الوسائل التعليمية. دي فكرة ناقصة عندهم. طيب هات من الموضوع ما يؤكد على استفادة الطلاب من الإعداد للامتحان. ازاي بيستفيد من الامتحانات؟ بيستفيد ايه؟ الطالب بيحضر نفسه لعمل الواجب المطلوب ويحرص على انهائه بالشكل الذي يمكنه. ده ما بيدلش على ان بيواجه مين مشكلة. هي دي بقى، تعلم الطلاب الاستعداد لمواجهة اختبارات الحياة. فعلا صح، والقدرة على اجتيازها فعلا، هي دي اللي خاصة بالامتحانات. اما ترجع كاتب كده ان الامتحان بيساعد الطالب ان يجتاز مشاكل الحياة. وسيادتك بس هي اقل من اللحظة هنا طبعا، لو انت شفتها هنا لما كان بيتكلم عن دورها الامتحانات او غير هذا، هكذا كانت في هذا الجزء تقريبا. عفوا سامحوني يا اخوانا على الاطالة. ايوه هي فنان. كما أن الإعداد للامتحانات تعلم الطلاب الاستعداد لمواجهة اختبارات الحياة. عشان كده بنقرأ كويس جدا الموضوع. قم للمعلم وفيه التبجيل. هل قصده الوقوف للمعلم إذا رأيته احترم؟ طيب الوقوف للمعلم كلما رأيته في أي مكان لأنه أكبر منك عمرا، أم تقدير المعلم على كل المستويات لأنه يؤدي رسالة سامية تقارب رسالة الأنبياء؟ نعم، دي الإجابة الصحيحة. المقال يؤكد على أهمية المدرسة؟ نعم. المعلم؟ نعم. الأسرة؟ نعم. إذن بهذه الصورة عندنا كل ما سبق يا أحبابي. أولادي وحبايبي ربنا فرحكم جميعا. دلوقتي إن شاء الله بقى بدأنا المحاضرة الثامنة اللي هيبقى فيها النحو القديم، وهتلاقوا حبايبي برضو ربنا يعزكم بعد شوية كده إن شاء الله. طبعا حلو كل ده يا رجال. هيبقى في عندنا بقى هنا إيه؟ عذرا بس دي مهم ليا. أيوه، هيبقى في درس النداء اللي هو كان درس الوحدة من السادسة. فبس احنا بنحاول ان شاء الله ما نسيبش حاجه في البوكلت الا ونحله ليه. ماشي يا رجاله؟ فارجو بقى من سيادتك كده خد فاصل براحتك خالص بقى ان شاء الله. نبدا كده مع بعض يا اخواننا. هكذا هذا واجب رقم 8 باذن الله عز وجل، والبادي كما قلنا بالتطبيقات النحويه ثم درس النداء. فاصل ان شاء الله ونواصل. حبايبي وصلنا عندنا الى نحو حضراتكم المحاضره الثامنه. اولا نحو على الدروس السابقة.
فكر جيدا، محمد نقط من غيره، عند التفضيل من الفعل أكرم، يبقى المصدر بتاع أكرم إكراما، يبقى الإجابة الصح عندي محمد أكثر إكراما، ما تنفعش كلمة كرامة ولا تكريم عشان دي كرم تكريم، ولا كرما ده ثلاثي. قال الشاعر: فلا تأتينك قصائد ولا يرف عنا جيش إليك قوادم الأكوار. هذا واجب لفاكر مولدنا، واجب التوكيد بالنون، ساعات بنشيل المقسم به للعلم به، زي لا يتفوقن محمد، والله لا يتفوقن، زي لا أصلبنكم، أي والله لا أصلبنكم، وإن هذا واجب التوكيد برضو. ولا يدفعن، أي والله لا يدفعن، هذا واجب وهذا واجب. طب المقسم به محذوف ساعات بيتشال. قال الشاعر: والخالطون فقيرهم بغنيهم والمنعمون على الضعيف المرمل، يعني أهل كرم. الخالطون فقيرهم، الخالط اسم فاعل معرب بالألف واللام، يعمل بلا شرط، فقيرهم مفعول به منصوب بالفتحة. فالإجابة جيم إجابة صواب. قال الشاعر: كم ليلة منع الغرام منامي وحل لقلبي في هواك سقامي. كم ليلة خبرية، يعني ليالي كثيرة جدا، تمييز مجرور بالإضافة عن تجار الكسرة. طيب: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. هنا دي اسمها ورب، أي ورب ذي، زي وليل ورب ليل وطالب ورب طالب. وذي دي عندي يا أخوانا اسمها خمسة، يبقى ده مبتدأ مجرور لفظا بالياء مرفوع محلا. نعم مبتدأ دي وربة، بس وجب علامة فرعية. وذي رب وذي رحم، أي وصاحب رحم، فهذه وربة المحذوفة ورب ذي، يبقى ده عندي يا أخوانا مبتدأ مجرور لفظا بالياء مرفوع محلا. أوشكت الأزمة الاقتصادية أن تنفرق حكم اخترا، أوشك يكثر، أوشك وعسى يكثر. أيها المعلم قل صدقا وأمر بخير، اجعل الجملة السابقة المثنى، أيها المعلمان اللي بعد أيها مرفوعة، قولا صدقا وأمرا بخير. أيها المعلمان نعت مرفوع بالألف، قولا أمر مبني على حذف النون، صدقا مفعول به، وأمرا نفس القصة. ما ينفعش أيها المعلمين اللي بعد أيها مرفوع، وأيها المعلمان قولان، بس اسمها قولان صح، قولا أمر مبني على حذف النون، أيها المعلمين غلط، اللي بعد أيها بيكون مرفوع. كانوا أجل من الملوك جلالة، تمييز منصوب بالفتح، كانوا أجل جلالة، تمييز منصوب بالفتح. والإجابة عندي سليمة. أخو الكفاح ذو عزيمة، إن يبقى إن أخا، إن بتنصب يا دكاترة، إن أخا الكفاح ذو، إجابة سليمة. إن أخا الكفاح ذو عزيمة قوية، قول لي إن أخا الكفاح ذي، لا دي غلط، الصح إن خبر إن بيكون مرفوع. إن أخا الكفاح ذا، لا لازم يكون يا إخوانا عندنا هكذا مرفوع، ما ينفعش برضو ذا. لمن تطلب الدنيا إذا لم ترب بها سرور محب أو مساءة مجرم، المصدر الميمي مساءة، لكن محب اسم فاعل، دي مساءة، ترب سرور محب أو إساءة مجرم، مساءة مجرم. ينبغي على المرء أن يحرص على التوسط والاعتدال، ينبغي على المرء الحرص، اللي بعد ينبغي عندي فعل مصدر مؤول في محل رفع فعل، بس طبعا مقدم الجر والمجرور. يبقى ينبغي على المرء ان يحرص، اي ينبغي على المرء الحرص، اذا مصدر مؤول في محل رفع فعل بهذه الصوره. لا يحمي الوطن الا ابناء حط غير، دي مرفوع، مين اللي بيحمي الوطن؟ ابناء مرفوعه، يبقى غير عليها ضم يا رجال، ايوه، وتبقى اللي بعدها مضاف، اللي تنجر بكسب على النبره كده هكذا، غير أبنائه المخلصين، كمل بس هتبقى المرة كده، تبقى الكلمة عند المخلصين مش المخلصون، عشان غير تبقى فعل بتسرى الإعراب، مين اللي بيحمل الوطن؟ غير بقت فعل، وده مضاف إليه ينجرب الكسرة، ده نعت ينجرب مين؟ بالياء. فالإجابة الصح غير أبنائه المخلصين هكذا، ما ينفعش غيره، لا طبعا الصح دي فعل تبقى غيره،
ولا غير أبنائه المخلصون؟ غلط. الصح المخلصين ده مضاف إليه، ده ناتينجر. يبقى الصح غير أبنائه مضاف إليه، المخلصين ناتينجر بالياء. رب طعام شهي أكلت حذرت، دي يا إخواننا الفاعل لم يستوفي المفعول، فرب يبقى كده مفعول بأصل الكلمة. هكذا يا إخواننا أكلت طعاما شهيا، لكن لو قلت أكلته كانت تبقى مبتدأ. لو حد فاكر كلمة أكلت بس كده، لا يبقى ده مفعول به يا باشا. لكن لو قلت أكلته وتعدى الفعل بالضمير يبقى ده مبتدأ. هنا رب طعام شهي أكلت، أي أكلت طعاما شهيا، فهذا مفعول به مجرور بضمير منصوب محلا. ميز الجملة اللي بتحتوي على فعل من أفعال الشروع. لازم الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. أخذت المرأة كثيرا من حقوقها، لا الخبر مش جملة فعلية فعلها مضارع. أخذت الصناعة طريقة، لا ما تنفعش. بدأت القصيدة باستهلال رائع، ما فيش. صاحبة بدأت الأبحاث العلمية تتضح، الخبر جملة فعلية. أسعدني محام عادل، بأسعدني محاميان عادلان. أسعدني محاميان، فعل مرفوع بالألف، برجع الياء في المثنى. أسعدني محاميان عادلان بهذه الصورة. كان ده المقدمة. الآن يا إخواننا عندنا هذا هو التطبيق على النداء. حبايبي قبل أن نبدأ حل واجب النداء. إحنا دكاترة لما أخذنا النداء قلنا المنادى ينقسم إلى قسمين، المعرب والمبني. المعرب هو المضاف الشبيه بالمضاف، النكرة غير المقصودة. المبني يبنى على ما يرفع به، اللي هو يا دكاترة العلم المفرد والنكرة المقصودة. ثم كان عندنا نداء ما فيه ألف ولام، يا أيها ويا أيتها، وكان عندنا إضافات. إن شاء الله لي رجاء أثناء حل الواجب هنأكد اللي خدناه. سمي الله. يا طالب العلم حافظ على وقتك. يا دكاترة ده نكرة زائد معرفة، يبقى هذا المنادى مضاف، حكمه الإعراب. إذن هذا حضرتك منادى ومنادى مضاف. قال الشاعر: أيا راكبا إما عرضت فبلغا، ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. بالراحة. أيا راكبا إما، فين ولاد الشاطرين؟ ربنا يفرحكم. قلنا النكرة غير المقصودة، بيبقى نكرة منوم منصوب زائد فعل أو جملة جديدة. بقول لي أيا راكبا، يعني يا راكبا. ما جابش وراه المعمول يا دكاترة أو الجار والمجرور عشان يبقى شبيه. فده نكرة غير مقصودة، منادى منصوب بالفتحة. الإجابة هي نكرة غير مقصودة. يا طالب حافظ على وقتك، فين الطالب؟ الشاطر، الأنسة الشاطرة. قلنا النكرة المقصودة بتكون مرفوعة، وساعتها قلنا إيه معنى مرفوعة؟ مش منصوبة، معنى مرفوعة تبنى على ما ترفع به. يا طالب منادى مبني على الضم في محل نصب، فهذا كما ترى نكرة مقصودة، إعرابها منادى مبني على الضم في محل نصب. هي رجالة مرفوعة، هي رجالة اللي فاكر من أولادي وبناتي. يا تاجرا لا تغش في البيع والشراء. حبيبي ربنا يفرحكم. أي نكرة منصوبة يعقبها فعل أو جملة جديدة تبقى نكرة غير مقصودة، الإعراب منصوبة، يا تاجرا منادى منصوب بالفتحة، فهذه نكرة غير مقصودة. قال الشاعر: يا أيها الجاهل ذو التنزي. هكذا لحظة بقى، الناس شطرة وهذا بالها. يا أيها أسميها دكاترة، يا أداة نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه. قلنا ساعتها إيه نوع المنادى؟ نكرة مقصودة. يا دكاترة يا أي يا أية، النوع نكرة مقصودة. والكلام بالراحة يبقى النتيجة بتاعته أفضل، يا أيها ويا أية. يا أيها أي وأية، منادى مبني على الضم في محل نصب. يبقى طبعا هذا عندنا بيقول لي نكرة غير مقصودة، أنا بستبدي يا حبيبي. طيب نكرة مقصودة أكمل. المنظر ده دكاترة يزعل، يعني نكرة مقصودة ونكرة مقصودة، ما هو لازم واحدة صح، صعب يكون الاثنين صح يعني صح. منادى مرفوع علامة رفع الضم، أعتذر، أقول له آسف يا فندم، ده المنادى هنا مبني يبنى على ما يرفع به، منادى مبني على الضم
في محل نصب. يا مصري لا تدمر البيئة، ابني وبنتي يا ربي يفرحك بحق هذه الأيام المباركة، يا حبيبي ده نكرة ومرفوعة يا دكاترة، وطالما يا دكاترة إن النكرة مرفوعة يبقى دي نكرة مقصودة. ماشي، هو ما قالش يا مصريا، بقول يا مصري يوم. أيوة، يبقى ده عندنا نكرة مقصودة. الإعراب يا حبيبي منادى مبني على الضم في محل نصب. بعده، ألا أي هذا الزاجري. أوف يا دكاترة، قلنا كلمة أي هذا، أي منادى مبني على الضم، الأصل يا أي، النوع نكرة مقصودة، الهاء حرف للتنبيه. طب وهذا نعت من فاكر، اسم إشارة مبني في محل رفع نعت. قلنا هذا الكلام يا إخواننا، فطبعا ده نكرة مقصودة، منادى مبني على الضم في محل نصب، إجابة سليمة هكذا. لكن لا مش علم مفرد يا إخواننا، وليس كما قلنا نكرة غير مقصودة، وليس كما قلنا علم مفرد. فالإجابة عندنا نكرة مقصودة، منادى مبني على الضم في محل نصب. يا خالد أطع، يا أحباب، قلنا لكل أولادنا أي علم أنت تندى عليه مبنى على الضم. يا خالد، يا إبراهيم، يا مريم، يا يوسف، منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه علم مفرد. وحذرت الأبناء يا دكاترة، العلم إذا ثني أو جمع بيبقى نكرة مقصودة، فيا خالد هذا عندنا علم مفرد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا لائم الناس مضاف يا أحباب، نكرة زائد معرفة، منادى منصوب بالفتحة مضاف إليه، فهذا عندنا المنادى هنا يا حبيبي مضاف. قال الشاعر، قالت هريرة لما جئت زائرها، ويلي عليك وويلي منك يا عفوا وويلي منك يا رجل. بتقول يا رجل نكرة ومرفوعة، واحنا قلنا نكرة ومرفوعة عشان اقرب لك الاعراب. مرفوعة منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم في محل نصب، فهذه نكرة مقصودة يا احباب. يا مجتهدون، حذاري يا أحباب، يا دكاترة النكرة اللي مرفوعة هي النكرة المقصودة. أحذر ابني أو بنتي، ربنا يفرحك بحق هذه الأيام الطيبة، إن حد ينطق منادى مرفوع بالواو هنزعل يا رجالة، ده مش معرب، هذا مبني نكرة مقصودة، منادى مبني على الواو في محل نصب، فهذه عندنا نكرة مقصودة. ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. ألا يا عباد الله، عباد الله هذا منادى مضاف، كما قلنا عباد منادى منصوب بالفتحة، هنا مضاف يا أحباب. يا مسيئا معاملة الناس اتق الله، شبيه بالمضاف. يا دكاترة قلنا الشبيه بيأتي غالبا مع المشتق. يا مسيئا معاملة، تسيء أنت معاملة، اعرب لي معاملة، مفعول به منصوب الفتح، هذا شبيه بالمضاف، الإجابة باء هي الإجابة الصواب. يا لائمي الناس تمهلوا في لوم، يا لائمي الناس مضاف منادى منصوب بالياء، وحذفت النون للإضافة يا أحباب، فهذا عندنا مضاف. قال الشاعر، نعى النعات أمير المؤمنين لنا، يا خير من حج بيت الله واعتمر. جميل جدا هذا المثال، يا خير من مضاف. رد طالب شاطر جدا، قال لي ايه اللي مضاف يا استاذ؟ يا باش مهندس، ما هو من اسم موصول بمعنى الذي، يبقى ده معرفة، يا خير من الذي، فيا دكتور كده بقت نكرة زائد معرفة، فهذا عندنا مضاف. ايه الغريب اللي فيها يا باشا؟ يبقى هذا المنادى عندنا مضاف بهذه الصورة. يا شباب وفقكم الله، لحظة، بقول يا شباب يا رجال
يا أغنياء يا طلاب مرفوع يا فندم، يبقى نكرة مقصودة تبنى على ما ترفع به. عند الإعراب يا أستاذ غالي قل هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. يا رجالا حافظوا على القيم، أوف نكرة منصوبة وراء فعل يبقى نكرة غير مقصودة. يا رجالا منادى منصوب علامة النصب الفتح نكرة غير مقصودة. الإجابة رقم جيم هي الإجابة الصواب. قال الشاعر يا أخ البدر سناء وسننا حفظ الله زمانا أطلعك. يا أخ البدر أحسنت يا ولد، أحسنت أيها الذكي. ده مضاف، احنا قلنا يا حبيبي إن الأسماء الخمسة تأتي بعد المضاف. إعرابي أحبابي منادى منصوب علامة النصب الألف، ليه؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة وكلمة البدر مضاف إليه، فهذا منادى مضاف منصوب بالألف. إجابة سليمة. بقول منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة، هذا خطأ، هذا ليس كما قلنا منادى نكرة غير مقصودة، لا هذا مضاف. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يحيى علم. هذا منادى 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 مبني على الضم، ضم مقدر يحيى مقصور في محل نصب، يا يحيى علم مفرد. الإجابة دال هي الصواب. يا لطيفا بعباده الطبنا، شبيه بالمضاف، انت قلت يا لطيفا وكملت بالجار والمجرور، فهذا شبيه بالمضاف. منادى منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، يا لطيفا هذا منادى شبيه. قال الشاعر يا قدس يا وطن النبيين الأولى حملوا إلى الدنيا الضياء وبشروا. جميل. يا قدس فين الأولاد الشاطرين؟ فين الطلبة العباقرة؟ ربنا يفرحهم جميعا. قلنا العلم هو اسم يطلق على إنسان، فاكر أنت؟ أو على شهر أو على دولة. يعني قلنا بلد مش علم، لكن مصر علم، دولة مش علم، أقول العراق علم، مدينة مش علم، القدس علم، فاكر الحصة؟ يبقى منادى مبني على الضم على الضم في محل نصب. إذا دي منادى كده خلاص، هذا عندنا قدام سعادتك علم. طب يا وطن النبي، أقف بالراحة كده واحدة واحدة، اعتبرها مذاكرة، نكرة زائد معرفة، أيوه يبقى هذا مضاف. ماشي، يبقى الأولى عندنا علم والتانية قدام سعادتك بهذه الصورة عندنا مضاف، نكرة زائد معرفة يا حبيبي. يبقى علم مفرد وهذا مضاف، منادى مبني على الضم وهذا منادى منصوب بالفتحة. أيا عاقا والديه، شبيه. أيا 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 أداة نداء، عاقا والديه، فين الطالب البارع؟ فين الطالب الشاطر؟ فين بنت الشطرة؟ هذا شبيه بالمضاف، اسم فاعل عامل. شروط إعمال اسم الفعل إن جاء نكرة منها أن يأتي منادى، يعق هو والديه، منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، عاقا والديه مفعول به منصوب بالياء. إذا هذا عندنا شبيه بالمضاف والإجابة عندنا إجابة صواب. يا سائقي السيارات رفقا بالمر، هذا مضاف من باب وتلت، حذفت النون للإضافة، فهذا عندنا منادى مضاف يا أحبابي يا سائقي بهذه الصورة. قال الشاعر أيها المصلحون، دكاترة، الذي يأتي بعد أيها وأيتها إن كان مشتق نعت، نعت، فكلمة المصلحون نعت مرفوع بالواو وليست منادى، بل هي نعت مرفوع بالواو. إعراب كامل، أيها أي منادى مبني على الضم، الهاء ضمير حرف للتنبيه، أعتذر، الهاء للتنبيه، والمصلحون هذا نعت مرفوع بالواو. يعني أعزكم الله، احنا بنصور الآن بفضل الله وقت الصيام، وللأمانة هذا من أمتع الأوقات اللي نصور فيها، فبيبقى الصوت بس هادي حتى نستجمع قوانا ونواصل التصوير. يعني أنا مش نايم يعني حبيبي، الله يعزكم، بس هي القصة تركيز يعني، وللأمانة يعني العمل أثناء الصيام روعة بكل المقاييس. ربنا يفرحكم جميعا يا رب، وإن شاء الله يكون هذا العام بإذن الله هو من أحسن الأعوام.
وربنا بإذن الله يرضيكم بأعلى الدرجات. ويا رب برضو بحق هذه الأيام وهذه الأوقات الزكية الطاهرة كده كل طالب ينال ما يتمنى إن شاء الله. واذكرونا بصالح الدعاء، الله يبارك فيكم. قال: يا أخا عمرو أعانك الله. بص يا فندم بيقول إيه؟ يا أخا عمرين. شكرا. هذا عندنا مضاف ليه؟ أسماء خمسة، منادى منصوب وعلامة النصب الألف، تبع عمرو مضاف إليه عادي، يبقى هذا عندنا مضاف. أخا منادى منصوب بالألف. يا أيها المؤمن حفظك الله. عسل. أي منادى مبني على الضم في محل نصب نكرة مقصودة. الياء أداة نداء. أي منادى مبني على الضم في محل نصب، وكلمة حرف الهاء للتنبيه المؤمن. نعت. يبقى الإجابة عندنا نكرة مقصودة والإجابة سليمة. قال الشاعر: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. يا رافعا راية الشورى، النوع انت شاطر احسنت وفقك الله، ده شبيه ليه يا دكتور؟ قبل مشتق عامل ورا المعمول. يا رافعا راية الشورى، يرفع هو الراية، يبقى منادى منصوب بالفتحة وكلمة راية مفعول به، وده الشبيه اللي قلنا عليه يأتي مشتق غالبا. يبقى عندنا هذا شبيه بالمضاف، وده عندنا كلمة يا رافع منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة. هي دي يا دكاترة، يا بني، فاكر بني؟ ها، منادى منصوب بالفتحة المقدرة وهذا مضاف. فاكر بني وكلمة اب وكلمة بني وبني، فكلمة بني منادى منصوب بالفتحة، خلي بالنا. فهذا عندنا منادى مضاف يا أحبابي هكذا. قال تعالى: يوسف أعرض عن هذا. يا دكاترة احنا قلنا ساعات بتحذف في النداء، يوسف يا يوسف، هذا منادى مبني على الضم في محل نصب، علم يا دكاترة. فعندنا هذا علم يا شباب بهذه الصورة. قال الشاعر: يا أخي، ثانية، أين عهد ذاك الإخاء؟ استنى بقى، بقول يا أخي، اوعى الغلط، اوعى آنسة أو شاب بيقول دي أسماء خمسة هتزعل. يبقى هذا منادى منصوب بالفتحة المقدرة، إجابة سليمة. هذا منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، دي منادى منصوب بالياء؟ لا طبعا، بالكسرة. لا، منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، أحسنت. أخ والياء بعده. حبيبي هذا المثال من أمتع الأمثلة، ما يحلش ده إلا الطالب الحريف، ولو هذا المثال جاء في امتحان هنحط علامات استفهام كثيرة. اقرأ أول جملة زي تاني جملة، بس الفرق لماح، الفرق قاتل. الأولى: يا مؤدي الصدقات لك الأجر، يكلم واحد هنا، يا مؤدي الصدقة لكم الأجر. الله، أمول يا مؤدي الصدقات، يبقى أنا منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف، ماشي. فلو احنا حتى نشكلها قول يا مؤدي، هنا يا مؤدي، يبقى هنا أنا بكلم واحد بس، وده اسم منقوص عند النصب، بتبقى العلامة الظاهرة يا دكاترة، لكن ده منصوب بالياء وحذفت النون للإضافة للجانب. بيقول لي منصوب بالفتحة بالفتحة، لا يا رجل، لا 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 لا. طيب منصوب بالفتحة المقدرة، لا 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 لا. شفت النبي يا ولاد؟ ايه ده؟ الله، يا أستاذ ما فتحة مقدرة، يا باش مهندس، يا دكتورة، يا ستنا، يا عمنا، الاسم المنقوص يرفع بالضم المقدرة، يجر بالكسر المقدرة، ينصب بالفتحة الظاهرة. ده لا بيزعل قوي، المثال ده يزعل، عايز طالب مذاكر والله. ده منقوص يا مؤدي الصدقات، ومال يا مؤدي الخير، يبقى المنقوص فتحة ظاهرة، ما ينفعش كده. طيب الفتحة الظاهرة ولي، أحسنت، إجابة صح، عشان ده منقوص يا رجال. تبقى الكلمة يا مؤدي الصدقات لك الأجر العظيم، بكلم واحد بس، لكن يا مؤدي الصدقات، لا يا باشا، لا عندي جمع. قال تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الله،
يا أبانا يا أبانا، أسماء خمسة. ما هي الأسماء الخمسة تضاف لكل حاجة إلا ياء المتكلم، يبقى ده منادى، منادى منصوب وعلامة النصب الألف، أحسنت. هذا مضاف، منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة، آسف. بقوم أنا شايل نكرة غير مقصودة. منادى مضاف ماشي، منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، نعتذر. منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الألف، أحسنت. قال يا شقيقي أي مجد شئتهم، بس استنى استنى، بعبور كأساطير الرواة. يا شقيقي يا متكلم، منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، بيقول لي منصوب بالفتحة الظاهرة، أعتذر غلط. منادى منصوب بالياء، إجابة خطأ. منادى منصوب بالفتحة المقدرة، أحسنت. يا كمال الدين ساعد المساكين، مضاف يا ولد. قلنا يا دكتورة أي اسم، أي اسم زي كلمة الدين ده مضاف، اوعى تنسى بقى. يبقى هذا منادى مضاف، دي منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، والدين عندنا مضاف إليه. يا كمال هذا علم مفرد، يا دكاترة هذا علم مفرد، يبقى ده عندنا منادى مبني على الضم، ده علم مفرد يا دكاترة. يا مهندسين وفقكم الله، بعمل كده يعني ايه نكرة غير مقصودة. قلنا أي نكرة منصوب وراها فعل أو جملة جديدة يبقى نكرة غير مقصودة، منادى منصوب بالياء، دي نكرة وهي نكرة غير مقصودة. يا أخي لا تقصر، خلي بالك دي مش أسماء خمسة، ده منادى، منادى منصوب بالياء، ده الإجابة الغلط. الواد الشاطر، منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة. طيب أدي عندي كلمة إيه؟ يا أخي عظيم، يا صديقي لا تهمل، نوع الاثنين مضاف على طول. هي باش أدي يا أخي يا متكلم منصوب بالفتحة المقدرة، يا صديقي منصوب بالفتحة المقدرة، الاثنين قدام ساعتك عندنا هنا يا أستاذنا مضاف بهذا الشكل. يا أبناء مصر نكرة زائد معرفة، شكرا منادى مضاف، أبناء منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، مصر مضاف إليه. يبقى هنا النوع هنا يا أحباب هذا مضاف. قال الشاعر طيب إذا هملت عيني، أو إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك يا هذا. الله، بس أنا بقى يا هذا لوعة وغرام، ثانية بقى بالراحة، مين يعرف بقى كلمة يا هذا؟ مين الطالب الشاطر؟ مش قلنا يا دكاترة إن اسم الإشارة إذا نودي عليه والاسم موصول بيتعاملوا كأنه ما على مفر، يا هذا يا من. يبقى هذا عندنا الصح منادى مبني على الضم المقدر في محل نصب عشان بيتعامل كأنه علم، هو يعامل كالعلم، خلي بالك. أما منصوب الفتحة لا يا عزيز، لا يا عزيز يا باشا، هذا كما قلنا مبني على الضم المقدر يا باشا، مش منادى مبني على الضم المقدر. طيب يا بني مصر، شكرا، منصوب بالياء، وش كده. وأين النون؟ حذفت للإضافة. منادى منصوب بالفتحة، لا ده منادى مبني، لا الصح منادى، منادى منصوب بالياء. يا مصر أنت الأهل والسكن وحما على الأرواح مؤتمن. يا مصر علم، أنا بكلم مصر دي علم، علم علم. يبقى ده مفرد منادى مبني على الضم في محل نصب. يا مصريون حافظوا على وطنكم، يا مصريون نكرة مأخوذة مرفوعة، منادى مبني على الواو، منادى مبني على الواو في محل نصب، مرفوع بالواو، لا 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 لا، ثبوت النون، لا أه لا أه، ده مقصودة مبني على الواو، أحسنت. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسر. يا خادم الجسم مضاف يا باشا، نكرة زائد معرفة. يا مصر رفع الله قد رك بين الأمم، يا مصر منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا علم. منادى منصوب بالفتحة، إجابة غلط. منادى مبني على الضم، إجابة صح. يا مصرنا حذرتك، يا مصرنا مضاف، مصر والنا
لا هذا مناد منصوب بالفتحه والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يا ذا العلم لا تفرط في الوقت، هذا مضاف، يا ذا العلم، يا صاحب العلم. فهذا منادى منصوب بالالف، احسنت، اسماء خمسه. بني مصر، يا بني مصر، يا بني، منادى منصوب بالياء وحذفت النون للاضافه، منادى منصوب بالياء، ليست مفعول به وليست مبتدا يا دكاتره، ولكنها منادى منصوب بالياء، اجابه سليمه. اما منصوب بالفتحه المقدره، اجابه خطا. يا اخي لا تمل بوجهك عني، او يا اخي لا تمل من العمل يا اخانا. يا اخي فتحه مقدره، يا اخانا اسم خمسه منصوب بالالف. ولمنادى منصوب بالياء، لا بالياء، لا منادى منصوب بالفتحه المقدره صح، كمل، منصوب بالالف، اجابه سليمه 100%. قال الشاعر يا ابا نهشل، بس فاكر يا ابا نهشل، نداء ابا نهشل اسماء خمسه، منادى منصوب بالالف، نهشل مضاف اليه. يبقى هذا عندنا يا اخواننا ده منادى مضاف او نكر زائد معرف، نادى ابا نهشل، منادى منصوب وعلامه النصب الالف. يا ايها العمال، قلنا ايو منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب، إجابة سليمة، الهاء للتنبيه، العمال نعت. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، من علم، من علم الحضر معنا علم، أعرب، منادى مبني على الضم المقدر في محل نصب، علم على طول، شيل نكرة مقصودة إلغيها خالص، شيل كلمة مضاف إلغيها تماما، شيل نكره المقصوده، بل هذا منادى مبني على الضم المقدر في محل نصب، عشان قلنا لو قلنا اخوانا هذا وادي من يا رجاله، هذا عندنا علم. يا متسلقا الجبل، شبيه بالمضاف على طول، وش كده اسم فاعل عامل هذا كتره وراه المعمول، يبقى هذا من منصوب بالفتحه، نعم، ليس حالي يا دكاتره، وليس مفعول به يا احباب، وليس معت. طيب، قال غدرت يا موت، كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت، أسكت من لجبي. والغدرت يا موت، يا موت بكلم هذا الموت نكرة، يا موت، ما فيش حد اسمه موت، وفي حد اسمه موت، موت مش علم على حد، تعالى يا موت، روح يا موت، هذه نكرة مرفوعة، لو قال يا موتا كتب منصوبة، فكلمة يا موت عندنا هذه نكرة مقصودة، منادى مبني على الضم في محل نصب يا أحبابي. أمواطن، يعني يا مواطن، نكرة مقصودة يا رجالة، منادى مبني على الضم في محل نصب، مرفوع، إجابة خطأ، مبني على الفتح، إجابة خطأ، منادى مبني على الضم، أحسنت. بعده قال الشاعر يا آخذا من دهره حق نفسه، لحظة، قل يا آخذا من دهره حق نفسه، هو خد إيه؟ خد حق نفسه. طيب يبقى هذا شبيه، ايه الشبيه؟ قلنا بيجي مشتق، اسم فاعل او مفعول او مبالغه غالبا، وراه المعمول. فحق عندي يا رجاله مفعول به، ياخذ هو حق، فحق عندنا مفعول به منصوب الفتحه، يبقى ياخذ هو، اخذ هو حق نفسه، فهذا عندنا شبيه بالمضاف، وليست نكره مقصوده، وليست مضاف ولا نكره غير مقصوده. يا ولدي وفقك الله، قلنا ولدي ده مضاف لياء المتكلم، ولو كان يا دكاتره مضاف لياء المتكلم، يبقى هذا منادى منصوب وعلامه النصب الفتحه المقدره، هكذا، منادى منصوب بالياء، اجابه خطا، منادى منصوب بالفتحه الضايره، لا يا ولد، يا دكتوره، منادى منصوب هكذا بالفتحه المقدره بهذا الشكل. طيب، لك يا منازل في القلوب منازل، ثانية بقى، لك يا منازل في القلوب منازل. طيب، قل يا منازل دي مرفوعة، ما قالش يا منازل، يا منازل مرفوعة، يبقى هذه نكرة مقصودة، ماشي. طيب، والنكرة مقصودة منادى مرفوع بالضمة، لا، لأن النكرة المقصودة دي مبنية، ما تنفعش، نكرة مقصودة منادى مبني على الضم في محل نصب، أحسنت، إجابة سليمة.
ليست مضاف وليست هنا شبيه بالمضاف يا أحبابي، بل هي كما ترى نكرة مقصورة لك يا منازل، منادى مبني على الضم في محل نصب. بعده يا كاظمين الغيظ، هذا شبيه، لو عاوز المضاف كنت انت قلت يا كاظمي الغيظ، لكن يا كاظمين الغيظ، يبقى هذا شبيه، منادى منصوب بالياء، إجابة سليمة، الغيظ مفعول به. يا من يقتل، هكذا من أراد بسيف، قل يا من على مفرد، يا من على مفرد، منادى منادى مبني على الضم المقدر في محل نصب. اللهم علم، يا الله، اللهم منادى مبني على الضم والميم للجمع رجالة، فهذا علم، ده منادى مبني على الضم في محل نصب. بعده وتبني المجد يا عمر، يا عمر ابن ليلى، هذا علم. الواد قال لك ما انت عندك كلمة ابن، يا واد تتل ابن عاد، ده مش مضاف إليه، علم. كلمة ابن إن وقع بين علمين بتبقى عندي يا اخوانا هكذا ايه، نعم، سواء كانت الأبوة كما قلنا أب أو أم عادي خلاص، زي عمر بن هند خدناها. فكلمة يا عمر، يا عمر ابن ليلى، يبقى عمر منادى مبني على الضم في محل نصب وابن عاد، هذا علم يا دكاترة. يبقى الإجابة الصح يا دكاترة عندنا هذا علم يا أبطال، هذا علم يا أحباب، منادى مبني على الضم. يا هذا ده مبني، اسم إشارة مبني على الضم المقدر، على الضم المقدر في محل نصب، وهذا علم يا أحباب، مبني على الضم. أيوة بص بقى، مش مبني على الكسر أصلا ومش في محل جر، اسم إشارة مبني على الضم المقدر في محل نصب، إجابة سليمة. يا ساكني مصر، شكرا، منادى مضاف، اجعل المنادى في البيت مبنيا، اها عايزها مبني، يبقى يا ساكنون لازم مرفوع، أيوة مواصل مبني مرفوع، يا اما علم يا نكره مقصوده، يا ساكي يبقى يا ساكنون، شكرا بقى، هي كده المنادى مبني على الواو طبعا اكيد، ما ينفعش ساكن كده معربه يا باشا، كده معربه يا باشا، نكره غير مقصوده، كده منصوبه يا فندم ما ينفعش، لا الصح يا ساكنون، منادى مبني على الواو. يا هذا الطالب، يا دكاتره قلنا اذا نودي على اسم الاشاره ما بعده نعت اجباري، فطبعا ده نعت مرفوع بالضمه، دول منادى مبني على الضم، لا يا رجل، ده أي هذا هي كده مفعول به، لا يا رجل ونعت لا. يا مصرنا أفديك بروحي، يا مصري أفدي بلدك، بالراحة واحدة واحدة بقى، يا مصرنا يلا حضرت معنا، إيه نوع المنادى؟ مضاف، أنت أضفت العلم إلى النا، مش قلنا فاكر كلمة يا كمال الدين يا شهاب الدين تمه علم، أضيف لكلمة الدين، فده بيتبع قسمي المضاف، يا مصرنا، فأنت أضفت العلم إلى الناء، بعد عندي منصوب، منادى منصوب بالفتحة، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يا مصري منادى مبني على الضم، فالأولى عندنا مضاف، والثانية عندنا يا إخواننا نكرة مقصودة بهذه الصورة، أدي عندي الكلمة مصر منادى منصوب بالفتحة، أن ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، أما الكلمة عندي يا مصري منادى مبني على الضم في محل نصب. يا ذا العلم اجتهد، عند جعل المنادى لجمع المذكر، يبقى هل يا ذوي العلم، خلي بالك عايزه جمع مذكر، انتبه ده منصوب، نكمل يا ذو، لا كده غلط بقى، لماذا المنادى ده كتر لازم يكون منصوب وده مضاف، طيب يا ذوات، لا ما ينفعش عشان انا بكلم راجل، شوف بقى اللعبه دي، الجدع اكتشف الجمله دي صح ودي صح من بره، بس ما تركز فيها غلط، مين الغلط لو جدعتها؟ احسنت، انا احترم جدا جدا من اقر ان دي غلط ودي صح، وانت هتجمع بقى منادى منصوب بالياء والعلم مضاف اليه، عارف ايه الفرق؟ ايه الغلطه؟ ان اجتهد وحط الالف الفارقه، فاعل مبني على حذف نون، هنا محطهاش. قد تبدو المسألة قدامك ابن وبنت تافهة، أعزك الله عفوا في التعبير. بس ممكن تيجي، ممكن طالب لا قدر الله ينضغط، تنضغط ما تاخدش بالك. لا براحتك، هنا واجب يحط ألف. محطهاش هنا. فطبعا بهذه الصورة تبقى دي الصح ودي الغلط. كده حبايبي بفضل الله أنهينا النحو اللي خاص بدرس النداء.
الآن بفضل الله نستعد إلى نص متحرر رائع، هو نص كتبه الشاعر إيليا أبو ماضي من أدب المهاجر، بالنوع بقى في التطبيقات المتحررة في الشعر، قصيدة تسمى قصيدة الطين. فاصل ونواصل. حبيبي معنا إن شاء الله نص متحرر على أدب المهاجر. بحكم أن أنت خلاص أنهيت المنهج فساعات بقى بتدي على الواقعية، بتدي على المهاجرين. حضرتك النص اللي معانا من أجمل ما قال الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته الرائعة الطين. القصيدة بيوصف بيها حالة الإنسان المتكبر المغرور، ويمكن كان قصده بيلمح يعني على الإنسان الأوروبي، لأن هم لما راحوا طبعا يا إخواننا عندنا إلى الغرب وسافروا إلى أمريكا وهذا العالم لقوا شيء من التعب في هذه الحياة المادية. هنقرأ ونشرح عشان بس وقتك أنت. قال الشاعر: نسي الطين ساعة أنه طين. هنا البراعة في شعر المهاجرين. لو طالب ربنا يحفظه مذاكر أدب المهجر كويس، وهنعيد إن شاء الله، مدرسة المهاجر مالت إلى استخدام الرمز من أجل استنباط دلالات تستنبط من القصيدة. بنص الكتاب: الميل إلى الرمز قاصدين بذلك إلى استنباط دلالات. فقال الطين، اعتذر يعني الإنسان حقير، طين نسي الطين أي الإنسان أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، صار متكبرا سيء الخلق. العربدة سوء الخلق، إنسان عربيد سيء الخلق. وكسى الخز جسمه فتباهى. استغرب، أنا كلامي عام، ساعات الإنسان بينسى أصله. يعني إنسان هذا بنسميه اغتنى عن فقر، بس مش إنسان أصيل. فلما لبس الخز الحرير وتباهى، وكسى الخز جسمه فتباهى، تكبر وبدأ يفتخر ويتعالى. حوى المال كيسه فتمرد. الكيس اتملى فلوس فتمرد. يعني هذا إنسان من طين، لم يتواضع للنعمة ولم يتعلم معنى التواضع. فلما لبس الحرير خلاص ماذا جرى؟ بدأ يتمرد ويتباهى ويفتخر. ولما امتلأ كيسه بالمال صار يتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ليه بتدير وشك عني كده؟ ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنا مش فحمة، يعني قطعة سوداء حقير يعني، وأنت فرقد كوكب لامع. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. مش أنت اللي صنعت الحرير صنع لك، ولا اللؤلؤ صنع لك. أنت في البردة الموشاة مثلي، في كساء الرديم تشقى وتسعد. أنا وأنت زي بعض، أنت بتفرح أنا بفرح، أنت بتحزن أنا بسعد. إيه الفرق؟ إنك أنت لابس البردة الثياب المطرز الجميل المزين بأجمل ألوان زينة، وأنا لابس ثوب رديم قديم عاد. كلنا بنزعل، كلنا ولاد تسعة. أنت بتفرح أنا بفرح، بتزعل بزعل. في السفان في معنى الدهشة والغرابة. أأمانية، الأمانية بتاعتك أأمانية، أأمانية بتاعتك يعني، هكذا كلها للتلاشي. وأمانيك للخلود المؤكد، يعني هل أنا الآمال والأمنيات بتاعتي تتلاشى وانت الآمال بتاعتك الخلود؟ لا يا باشا لا، فهذه وتلك تأتي وتمضي، كل الآمال تأتي وتمضي كذويها، وأي شيء يؤبد. أي هذه الآمال لا تؤبد. بقول اتعلم التواضع، استعلكن أمنيتك انت باقية ومجدك باقي، وأنا أمنياتي ومجدي زائل، الكل سيزول. أنت مثلي تزي، يبش وجهك للنعمة، بتفرح قوي لما تجيلك نعمة وهكذا. وفي حالة المصيبة يكمد، أنت زي أما تجيلك نعمة من ربنا وشك بشوش فرحان يا عم، ولما تجيلك مصيبة بيكمد وشك متضايق كده وعضبان. أدموعي خل ودمعك شهد، يعني بعيط خل، طبعا الخل مذاقه صعب لازع، ودماغ سكر، وبكائي ذل ونوحك سؤدد. النجوم التي أراها تراها، النجوم التي تراها أرى، كلنا بنشوف النجوم في مساواة، حين تخفى وعندما تتوقد. أنا وأنت بنشوف النجوم لما بتظهر ولما بتختفي. نصيحة أخيرة بقى، نهي في معنى النص،
لا يكن للخصام قلبك مأوى. بلاش يبقى قلبك مأوى يا الخصام، بلاش يبقى قلبك مجتمع للحقد. وكذلك عندنا الغش والخصام والشقاق. إن قلبي للحبيب أصبح معبد، إن قلبي صار معبد، مكان للحب، مكان للألفة. شاعر إنساني رائع اعتمد على حاجة اسمها النزعة الروحية اللي بتدعو إلى الأخوة الإنسانية والمساواة. يقول سريع: نسي الطين، هذه استعارة، صور الطين بإنسان ينسى، والطين استعارة تصريحية عن الإنسان، أنه طين حقير فصال نتيجة. فجاء ربط الأسباب بمسبباتها. لما نسي أنه من طين، لما الإنسان نسى أصله صار يتيه يتكبر. وكسى الخز جسمه فتباهى، نتيجة ربط الأسباب بمسبباتها، النتيجة والتعليل. وحوى المال كيسه، قدم المفعول به المال على الفاعل كيسه، وهذا قصر. فتمرد، نتيجة مترتبة على هذا، لما حوى المال كيسه تمرد. يا أخي، نداء في معنى استمالة ولفت النظر بيستمر افهم. لا تمن نصح وإرشاد بوجهك عني، ليعلل علل، يبقى علق ده تعليل. فما أنا فحمة ولا أنت فرقد، تشبيه، أنا فحمة أنت فرقد، منفي، ينفي أنه فرقد، الشعر ينفي أنه فحمة سوداء، وبينفي إنه يا إخواننا عندنا فرق، فهذا تشبيه منفي. ينفي الشعر أنه كالفحم، وينفي أن الآخر كهكذا الفرق. وبين كلمة فحمة وبين كلمة فرق طباق، يؤكد المعنى ويوضح، ومعنى المساواة، فالكل سواء. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت في البردة الموشاة المطرزة، مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد. لاحظ أن كلمة البردة الموشاة القيمة الفخمة وكساء الرديم كان معكس بعضه، تشقى وتسعد طباق. أأماني استفهام الدهشة، وأمانيك كلها من أسجد، استفهام في معنى الدهشة والاستغراب والتعجب، ملك. وأمانية كلها للتلاشي، وأمانيك للخلود، طبعا بين التلاشي وبين الخلود طباق. لا فهذا وتلك تأتي وتمضي، استعرتين، هذه الأماني تأتي، إنسان يأتي وإنسان يمضي، خيال ممتد، تأتي وتمضي، صورة ممتدة. جاب صورتين للأماني، مرة جعلها إنسان يأتي والثانية إنسان يمضي. كذويها وأي شيء يؤبد، لا شيء، استفهام للنفي. هل يوجد في هذه الدنيا شيء يؤبد؟ استفهام للنفي. أنت مثلي يبش وجهك للنعمة، وفي حالة المصيبة يكمد، بين يبش وبين يكمد طباق. أدموعي خل تشبيه، استفهام، ودموعك شهد، وطباق بين خل وشهد، حيث إنه يشبه دموعه بالخل، ودموع هذا الآخر بالشهد العسل. وبكائي ذل، البكاء ذل تشبيه، ونوحك سؤدد، هكذا يخبرنا، ما بين ذل وسؤدد شرف طباق. النجوم التي أراها تراها حين تخفى، وعندما تتوقد تخفى تتوقد طباق. لا يكن نهي للنصح للخصام قلبك مأوى، يتمنى أن قلبه ما يكونش مأوى للخصام. إن قلبي للحب أصبح معبد، قلبه معبد تجميل، يوحي بشدة الحب. هذا الشعر اللي معنا يا إخواننا بيمثل سمات الشعر بتاع مدرسة المهاجر. ابدأ الأسئلة. عربد، العربدة هل أفسد ودمر؟ لا، العربدة سوء الخلق، هذا إنسان يربيد. الثوب الرديم، الثوب الرديم، الثوب القديم المتهالك ضعيف النسج، المتهالك ضعيف النسج، المضاد الثوب الجديد. نسي الطين أنه طين، غفلة، غافل. وإذا أي حد متكبر ده غفلان، غافل. في الأبيات السابقة حرص الشاعر على ربط الأسباب بمسبباتها من خلال النتيجة والتعليل. فجاءت في قول: وحوى المال كيسه فتمرد. لما حوى المال كيسه، النطق الصح، وحوى المال كيسه فتمرد، نتيجة. وإن أي تعليل ونتيجة ربط الأسباب بمسبباتها.
المغزى الضمني الذي أراده الشاعر من البيت الثالث. قال الثالث: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. يا ترى الإجابة يا إخوان؟ وما تتكبرش. هل التأكيد على أن النجم أشد جمالا من الفحم؟ لا، هو لا يتكلم عن حقارة الفحم ولا عن جمال النجم. بيان تعالي وغرور وتكبر الرجل الغربي خد جزء من الإجابة. بيان ضرورة التعاون بين بني الإنسان، هو لم يتكلم عن التعاون، ولكن التأكيد على أنه لا فرق بين بني البشر في كل مكان وزمان، هذا ما أقره الإسلام. قال النبي: لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. يبقى ده معنى المساواة. إذن فعلا مبدأ إنساني جميل جدا جدا، ألا وهو عندنا يا أخواننا مبدأ لا فرق بين بني البشر. لماذا اعتمد على الاستفهام كثيرا؟ هل ليؤكد أن التكبر والتعالي والغرور آفة يبتلى بها؟ أراد بالاستفهام اللوم والتبخ؟ أراد به تقريبا أم أراد الحيرة والدهشة من حالة المرحل؟ حيرة ودهشة اللي يكيك يا الأبيات ثانية أهو يستغرب من حالته. تمالك يا عم، هي الأماني بتاعتنا من تراب؟ مش بيستنكر بيستغرب، ما هو الاستنكار الأمر قبيح. هنا بيستغرب من قف، هي الأمالي أنا هكذا من تراب وانت الأماني بتاعك من ذهب؟ هي الأماني بتاعتي بتروح وانت بتبقى؟ يا عم هي دموعي خل ودموعك شهد؟ فهنا مش بيستنكر، هنا بيتعجب في دهشة محارب من فكره، هو في حيرة ودهشة من حالة الإنسان الغربي أو الأوروبي بعامة. فهنا سيتك الحيرة والدهشة من حالة الإنسان المغرور المتعالي. بعده نداء الشاعر للمتكبر بقوله: يا أخي، يؤكد سمة عرف بها المهاجر. كلمة يا أخي ده بيأكد النزعة الروحية. أولا مستبعد جدا جدا استبطاء النفس الإنسانية، مستبعد جدا الحنين إلى الأهل والخلان. طيب هل نزعة إنسانية ولا نزعة روحية؟ النزعة الروحية في كتاب الوزارة جاب بالنص الأخوة الإنسانية لما قال النزعة الروحية جاءت بسبب الاستغراق في الكون والتأمل فيه اللي يفتكر هذا، والموازنة بين موقف الإنسان من القيم الروحية في الشرق والقيم في الغرب، فلجوا إلى الله بالشك. خلي بس كده، ونادوا بالمحبة ونماء جوهر الإنسان والأخوة الإنسانية. فعشان كده طبعا دي أخبرنا عندنا هي النزعة الروحية تخص كلمة يا أخي. طب والميل النزعة الإنسانية؟ ما ذكرش الأخوة الإنسانية. النزعة الإنسانية آمنوا بأن الشعر بيقوم بدور إنسان، تهذيب النفس، إعلاء الحق، نشر الجمال والخير هكذا، والدعوة إلى المثل العليا، ثم نادوا بجعل الحب وسيلة إلى سلام دائم. فاللي عندي يا أخي بكلمة النزعة الروحية هي اللي تضمنت هذا الأمر. فالإجابة الصواب عندنا يا أخواننا هي رقم جيم. ما المبدأ الأخلاقي؟ هل مبدأ الحرية؟ هو لا يتكلم عن حرية. مبدأ التعاون؟ هو بيتكلم مبدأ المساواة بس. طين فحمة فرقد، طين وفحمة وفرقد بتدل على استخدام الرمز. لو أنا فاكرة كويس أوي يا دكاترة من حبايبي وأولاد ربنا يفرحهم، قلنا الميل للرمز علل أرادوا استنباط دلالات، دلالة من القصيدة، أرادوا بهذا أن يستنبطوا دلالات تؤخذ تستوحى من القصيدة. فالطين رمز الإنسان، الفحمة احتقار الإنسان، النباس الفرقد النجم كما قلنا تعظيم الإنسان. فطبعا هنا الميل إلى الرمز لاستنباط دلالات من القصيدة. إن قلبي للحبيب أصبح معبد، تشبيه قلبي معبد يؤكد معنى المحبة والمودة. هنا سؤال ذكي جدا جدا، الأبيات تؤكد ملمحا من ملامح التجنيد في الفن الشعري. أحذر الفن الشعري المضمون، الفن الشعري اللي فاكر في المهاجر لو أنت مذاكر، المغالاة في التجنيد، استعمال النثر، الميل للرمز، الوحدة العضوية، هتكمل اهتموا بالصور الشعرية، هتكمل استخدام القصة كوسيلة تعبير، ثم اللغة الحية اللي يستخدموا الألفاظ اللي فيها سلاسة وجمال. يا أستاذي خلي بالك من نفسك، هنا لغة حية، لأن الامتزاج بالطبيعة ده التجديد في المضمون، النزعة الإنسانية دي مضمون،
ده مضمون، إنما الفن الشعري يده بس، خلي بالك من نفسك. قال نسيب رضا: وسيأتيك إن كنت صدى حبي فتدري جماله وجماله. من ما يكون حب هيجي لك. البيت الذي يتفق مع معنى هذا البيت هيكون البيت الرابع، ألا وهو: لا يكن قلبك للخصام مأوى. ماذا على ماذا التعالي؟ تكبر على إيه يا صديقي؟ أنت البحر أم أنت الصخر؟ تكبر على إيه؟ هو أنت البحر أو الصخور؟ أنت إنسان زي وزيك. وازن بين قول الشاعر في البيت السابق وبين إيليا أبمان في التالي بتاع كلمة إيه التالي. هو أنا فحم ولا أنت فرقد هنا؟ أما الفكرة إيه؟ إيليا أبمان بيؤكد على دورة احترام الشخص اللي بيتعامل معه، بينما الشاعر الآخر يؤكد على أهمية مراعاة الفقراء في الفقراء. لا طبعا، إيليا بيدعو إلى التمييز بين الأجناس. لا طبعا، كلا الشاعرين يدعو إلى نبذ التكبر والتعصب للعرق أو اللون، فلا فرق بين بني البشر. هكذا ده قال له: إيه يا عم اهدى شوية، أنت من زي البحر إذا وأنت البحر وأنا الصخور. وإيليا قال له: إيه يا عم اهدى شوية، هو أنا فحم وأنت فرقد؟ لا، يبقى دعوة كما قلنا إلى نبذ التكبر والتعصب للعرق واللون، فلا فرق بين بني البشر. كان حبيبي هذا هو تطبيق قوي على النصوص المتحررة. الآن يا أحبابي نستعد إلى القراءة المتحررة. حبيبي وصلنا إلى القراءة المتحررة في كتاب البوكليت صادمية صادمتين، تطبيق على موضوع بيتكلم على طريقة التعلم الصحيحة التي تواكب مستجدات العصر في القرن الحادي والعشرين. الكاتب اللي معانا يأتي بأدلة وحقائق إن الاعتماد على التلقين والحفظ ما بقاش مجدي، لازم المعلم يمتلك مهارات جديدة تواكب وتسير أحدث صيحات العصر. لما نرى القراءة يريد قلنا بنقسم الفقرات، كل فقرة لها فكرة خاصة في سياق الموضوع الكلي، ونحاول نطرح ونحط على كل فقرة سؤال. من متطلبات القرن الحادي والعشرين مساعدة المتعلمين على الإبداع. مساعدة المتعلمين على الإبداع مستخدمين وسائل تقنية تناسب الموضوعات الدراسية التي يقدمها لطلابه. لو أنا سألت يا أخوانا عندنا في هذا آدي قدام سعادتك آدي ما، وآدي ما أهم متطلبات العصر، هتكون طبعا سيادتك عندنا الإجابة بهذه الصورة: أهم هذه المتطلبات نساعد المتعلم أن يبدع. مش بنساعده على الحفظ، علشان يبدع لازم يستخدم تقنيات حديثة، وهذا يتطلب يستلزم إعداد المعلمين على تحقيق ذلك من خلال امتلاكهم لمهارات التدريس من خلال وسائل التقنيات التكنولوجية الحديثة. لو طرحت هنا سؤال: كيف نستطيع أن نساعد المتعلمين؟ هو القراءة كده تقرأ وتحط السؤال، هتلاقي سبحان الله السؤال اللي انت بتبتكره هو اللي تحت، فإن شاء الله ربنا يوفقك. طب إزاي أنا أقدر أساعد المتعلمين على الإبداع؟ تقولي واحد، إيه هو بقى؟ لازم يتأهل المعلم. هو مين اللي بيعلم؟ المدرس. فلو أنا علمت الإبن بطريقة حديثة معتمدا أنا المعلم على أحدث التقنيات، أكيد أخرج جيل واحد. لو أنا استخدم طريقة الحفظ والإلقاء أطلع جيل كما قلنا لا يستطيع أن يتجاوب مع مستجدات العصر. قال لك ده بيستوجب مننا إعداد المعلمين على تحقيق ذلك من خلال امتلاككم لهذه المهارات. ويرى كثير من المعنيين بتعليم اللغة بأنه لم يعد مقبولا تربويا في عصر المعلوماتية أن يتبع المعلم طريقة الإلقاء في تعليم اللغة. خلاص الإلقاء فقط، خلاص الطالب باش يستجيب. في الوقت الذي تصدرت فيه وسائل التعلم التقني التكنولوجي والإلكتروني مركز متقدم جدا، لذا من أجل هذا كله يجب استخدام تكنولوجيا التعلم أو التعليم في تعليم اللغة، وبخاصة البرامج الحاسوبية الكمبيوتر اللي بتعتمد على الصوت والصورة والمناقشة والمنظمة من قبل المعلم.
أصبح النهاردة أفضل طريقة الاعتماد على التكنولوجيا، تعتمد على البرامج الحاسوبية اللي البرمجة بيبقى قدام الحاسب الكمبيوتر حسب ما يكون الشاشة التفاعلية زيني. بعتمد فيها على الصوت، الصور أعرض صور حقيقية، أصوات مصاحبة، أقدر أقنع مين القارئ أو المتعلم. إذن أفضل طريقة في الفقرة الثانية هي الاعتماد على الأجهزة الحاسوبية التي يصاحبها الصوت والصورة حاجة مجسمة قدام هذا المتعلم. من المعلم الناجح؟ سؤال هو بقى أدي عندنا، من المعلم الناجح؟ ما صفات المعلم الناجح؟ الإجابة نشوف. والمعلم الناجح هو الذي يستجيب لتطورات الحياة من حوله وما يحدث في المجتمع الإنسان من تغيرات وما يستجد فيها من اتجاهات، وهذا يتطلب من المعلم المرونة. خلي بالك، يبقى إيه المطلوب من المدرس؟ المطلوب من إخواننا المرونة وعدم الجمود والقدرة على التجديد والابتكار. لازم يكون المعلم معنا مرن. شرط المعلم المرونة ثم المرونة والقدرة على الإبداع. يبقى في ضوء الفكرة الثالثة، ما سمات المعلم الناجح؟ هو الذي يستجيب لتطورات الحياة، كمان برضو اللي بيقدر يتسم بالمرونة وكذلك عدم الجمود والقدرة على الاستجابة لكل ما هو جديد. هنا أمر غريب جدا ألاحظه، والوعي هو الحاسة الكبرى التي هكذا تتطلب القراءة. طب والوعي هو الحياة في أصدق معانيها، فالوعي هو الحاسة الكبرى التي تطلب القراءة. طيب والوعي هو الحياة في أصدق معانيها وفي أوسعها وأرفعها على السواء. وهنا مناط الامتياز والتفرقة بين أجناس بني آدم، فأيهم كان أكثر وعيا فهو أكثر استطلاعا بمختلف الأساليب، والقراءة أعم هذه الأسئلة. أمر غريب جدا، ده سابق كلام عن المعلم الناجح وسمات المعلم الناجح وبالكلام عن الوعي. الله، يبقى الكلام ده حبيبي زيادة، فده بنسميه عندنا الفقرة الزائدة، وده بتيجي في القراءة وفي التعبير. هتفاجأ في خمسة بيتكلم عن المعلم أهو تاني، ومعلم اللغة العربية بصفة خاصة، إذن ده بيتكلم هنا عن الوعي. فأصبحت بهذه الصورة يا أحبابي ده فكرة زائدة، فكرة زائدة. ومعلم اللغة العربية بصفة خاصة بيديه تفوق الطالب في جميع المجالات، فإذا تمكن معلم اللغة العربية من وسائل التعلم الإلكتروني ومواكبة كل ما يستجد من تقنيات في تعليم اللغة العربية فسوف تتحقق تلك المعادلة. يبقى أهم الكلام عن طبعا أهم الأساتذة قالوا معلم اللغة العربية طبق المقال، فإذا تمكن أستاذ اللغة العربية من التعامل مع أحدث التقنيات ينجح الطالب في كل شيء. السبب في هذا مع التقدير التام، أنا لو مدرس مثلا مادة الفيزياء مع الاحترام التام لكل المواد، أنا بتكلم في مادة الفيزياء وعلم الطبيعة، في التاريخ أتكلم في تاريخ الأمم، لكن أستاذ اللغة العربية عنده القراءة مثلا بيجيب موضوعات من شتى العلم، تلاقي موضوع أدبي، موضوع علمي، موضوع تاريخي، فلابد لمعلم اللغة العربية أن يكون ملما بكل هذا حتى يجيد التدريس. فتبقى الموضوع في الفكرة الخامسة أن تفوق الطالب مرجعه إلى معلم اللغة العربية. وينبغي توافر بعض الكفايات التعليم الإلكتروني اللازمة لمعلم اللغة العربية حتى يستطيع أداء دور النجاح. ومن هذه الكفايات هيفسر بقى تفصيل الإلمام بوسائل التعليم الإلكتروني المناسبة لتعليم اللغة العربية وتعلمه، والإلمام بأسس استخدام البريد الإلكتروني وللبريد، والإلمام باستخدام الفيديو التفاعلي في صياغة الأهداف والتهيئة الحافز أحفز الأولاد. كل هذا أمر مطلوب جدا إن نتعلم كل هذه الأشياء. طبعا يستلزم يتبع يكتفي يقتضي، الإجابة نعم، يستلزم يتطلب ويقتضي الإلمام بوسائل التعليم الإلكتروني تفصيل بعد إجمال. ومن هذه الكفايات العلاقة تفصيل. بعد السؤال يقول، ما ورد في الفقرة الثالثة يدل على أن المعلم الناجح من هو؟ هو من يمتلك الأخلاق الحميدة والضمير الحي والإدراك الواعي، هو المتقن لكل النظريات التربوية وطرق التعامل، أم هو من يمتلك المرونة وعدم الجمود والقدرة على التجديد والابتكار؟ لما تبص الفكرة الثالثة تعال نشوفها، ودايما نتعود نرجع لي من إخواننا كما قلنا الفقرة ارى كده فضل. المعلم الناجح هو مين بقى صفاته إخواننا؟ هو ذلك الذي يستجيب لتطورات الحياة، وهو الذي كما قلنا يصب بالمرونة وعدم الجمود والقدرة على الابتكار.
فلي رجاء الله يعزك ابن وبنت، اما تحب تنجح في القراءه حدد فقره، قال لك والله كذا في الفقره كده، ارجع الفقره اقراها كويس افهمها كويس هتلاقي الاجابه ان شاء الله. فطبعا هنا بيتكلم عن ماذا في الفقره الثالثه، وجوب ان يكون المعلم معروف بالمرونه وعدم الجمود والقدره على الابتكار. هتلاقي سيادتك الاجابه عندنا في رقم جيم بهذه الصوره كما ترى ابن وبنتي. في ضوء المقال السابق، هناك عدة محاور لازمة لمعلم اللغة العربية حتى يؤدي دوره. رقم ألف باينة جدا، لازم يكون ملم إلمام كامل جدا بالتعليم التفاعلي، ملم إلمام كامل جدا بأحدث التقنيات. يهدف الكاتب من خلال هذا الموضوع إلى مدى التأكيد على أهمية التكنولوجيا في التعلم ورفع شأن المعلم لمواكبة المستجدات، تحديد دور المدرسة والمعلم في التربية ولا يتكلم عن المدرسة. ممكن المعلم إبراز أهمية مشكلة التعلم لدى الأطفال والتهيئة النفسية، هو طبعا بيأكد على أهمية التكنولوجيا والمعلم، كل ده بيتكلم عن أهمية استخدام التقنيات. ما هي أفضل طريقة لتدريس؟ هل الإلقاء المتقن وملء ذهن المتلقي؟ لا، ليس الإلقاء، أم المعلومة المرئية اللي بتعرض على المتلقي بصورة جذابة؟ طيب بكم سيادة البرامج الحاسوبية اللي بتعتمد على الصوت والصورة المناقشة؟ طبعا دي أفضل طريقة، هي دي يا رجالة، هذه من أفضل الطرق كما قلنا، اللي هي في برامج حاسوبيه تعتمد على الصوت على الصوره المناقشه على الحوار، وهذا بالفعل ما هو موجود فوق. الفكره الزائده هي الرابعه كما قلنا يا حبيبي، كلام الكاتب اللي معانا بيعتبر هذا الكلام حقيقه ليس فيها جدال وليس فيها مراء. وصلنا الان حبيبي الى قصه الايام. اخيرا قصه الايام، احنا كنا اخذنا مع احبابي الفصل رقم 9 وبعد كده ضمينا العاشر مع الحادي عشر. فكر جيدا ثم ميز الإجابة الصحيحة مما يلي. تغيرت حياة الصبي المادية، قلنا أنه هجر مجلسه في الغرفة، كان بيقضي جل وقته في الأزهر، كان يقضي معظم وقته في اللهو. لا هو فعلا هجر مجلسه في الغرفة وكان بيقضي معظم الوقت في الأزهر الشريف. استراح الصبي من درس الحديث، الحديث أيضا هو درس الفجر. لو حد من أبنائنا عنده خلفية، قلنا إن طه حسين ألغى درس الحديث. حرص الصبي على درس الشيخ المحافظ المجدد اللي كان بيعلمه النحو وكان يعلمه الفقه، ورفض كتاب شرح الكفراوي ورفض مراقي الفلاح لو تذكر جيدا. طبعا كان بيتعلم فيه. الغريب حرص لي على هذا الشيخ، قلنا طاعة لأخي وإرضاء لنفسه. الذي دفع الصبي إلى حضور درس جديد في النحو اللي هو شرح الكفراوي، لماذا؟ أنه سمع من شيخه الأول عبثا وأخي نعم أنه أحب أن يتعلم النحو أكثر، فراغ في وقت الصبي أهمية النحو. لا، الصواب سمع من شيخه الأول وأخيه عبثا كثيرا بشرح الكفراوي. أول درس في شرح الكفراوي إعراب بسم الله الرحمن الرحيم، 9 إعرابات. شخصية شيخ الكفراوي لم تكن تربوية على الإطلاق، لأنه كان يشتم نعم، ويرمين بالحدى نعم، ويقرأ ولا يفسر نعم. حضر الصبي درسا جديدا في النحو هو حاشية العطار على شرح الأزهري. خلي بالك، أما الفقه فكان شرح الطايع الكنز، يبقى لما حضر شرح الأزهري. حضر الصبيان درسا جديدا في المنطق هو متن السلم للأخضري. حضر الصبي وابن خالتي درس المنطق حرصا على تقليد الكبار نعم، لأجل الفخر والمباهاة نعم. فالإجابة عندنا هي الأولى والثانية، لأن طبعا ليس ليقضي فراغ الوقت. كان الصبي يريد البقاء في القاهرة، وأن كان هذا تكلفا منه. طبعا احنا كنا نبهنا أمر مهم جدا أنه كان متكلفا، كان صادق لأنه أحب القاهرة والأزهر، وأما التكلف أنه أراد أن يكون كأخيه الأزهري. الدليل على عدم التكلف
هكذا على تكلف الصبي، كان يتشوق للقرية نعم، يذهب للقطار السريع نعم، ينسى القاهرة نعم. إجابة كلها صحيحة. هنا الموازنة، يقول العقد إنهم كانوا أساتذة نافعين، نافعين بما علمونا من دروس، ونافعين بما علمونا من أطوار بني آدم، ونافعين بما قصدوه وما لم يقصدوه. العقاد محترم بيعظم الأساتذة، أما طاحسي هينتقد أستاذ المنطق، ولكنه انتقده بدليل إن شيخ المنطق ليس معه الدرجة العلمية. اقرأ. ومن الحق أن ذلك الطالب الشيخ لم يكن بارعا في العلم ولا ماهرا فيه، وأن جهله وعجزه كان يظهران حتى لهؤلاء التلاميذ المبتدئين. ومن الحق أنه كان من أقصى الصعيد وكان محتفظا بلهجته كما عرفها قبل أن يقبل على الأثر، ولم يكن يغير منها شيء. ومن الحق آخر الأمر أنه كان سريع الغضب، لكنه لم يشتم التلاميذ ولم يضربهم أو لم يكن يجرؤ. لماذا؟ فما ينبغي لذلك إلا للعالم حقا وصدقا الذي نال الدرجة ونال معه الإذن الضمني بشكل الطلاب. من خلال الفقرة هترى العقاد احترم شيوخه واعترف بفضلهم في العلوم الأزهرية، بينما بالغ طه حسين في انتقاد شيوخه دون دليل. لو أجاب الدليل إن ده جاهل وما يقدرش يعاقب، والدليل أنه لم يحصل على الدرجة العلمية. فالإجابة بالفعل هي رقم عندنا باء، لأن طبعا انتقد طه حسين أحد الشيوخ الذين لم ينالوا الدرجة العلمية مع الإتيان بالدليل. أحبابي بهذا بفضل الله عز وجل بنكون قد أنهينا واجب هذه المحاضرة، واللي اشتملت معنا يا إخواننا على ما ذكرناه من درس النداء وبقية هذه. حبيبي إلى أن نلتقي إن شاء الله بإذن الله عز وجل في واجب المحاضرة التالية، استودعكم الله وأدعو الله عز وجل أن يطيب أيامكم وأن يجعل هذه الأيام هي أيام خير وبركة وفضل من عنده إن شاء الله، وأن يكون هذا العام هو أفضل الأعوام إن شاء الله بإذن الله. تحياتي إلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.